البهارات مش مضرة للصائم ولا أي حاجة، بس هي البهارات أولاً هي ميث، مش مضرة، بس البهارات بتعطش الصائم. فيعني لو هنتناول البهارات نتأكد إن احنا نتناول محتوى كبير قوي من المية يعوض عن الديهايدريشن والحرقة اللي بتسببها بعض البهارات، وأكيد الحاجات اللي هي الحراقة السبايسي، فهي مش مضرة، هي بس بتعطش أكتر شوية.